أثرت هذه العائلة الفلسطينية في منطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة أن تطعم غيرها من العائلات الفلسطينية التي عادت إلى منازلها التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. هنا في شمال غزة عائلة فلسطينية آثرت على نفسها أن تعد وجبة من العدس لإطعام الناس النازحين العائدين إلى بيوتهم التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. حبينا نعمل مبادرة من أنفسنا، يعني أنا وجوزي والعائلة الكريمة. طبعا الناس مش ملاقي تاكل، وانت عارف الحرب قضت على كل شيء، بيت عناس، أكل في الشيء، طحين في الشيء. حتى اليوم ما قلت أنا ناكل بالمعلقة، لأنه طحين ما فيش، نعجن ما فيش شيء. مش بس أنا، هذا حال الشعب كله. طبعا هذه مبادرة عائلية قمنا بها للناس وللشارع، ويعني احنا قدرتنا اللي هي طنجرتين صغار، هذا اللي بنقدر عليه بالرغم من الحصار والقصف والحرب اللي احنا فيه لهذه الأجواء، والناس العالم كله بوكل لحوم وجاج. طبعا الناس إلا 3 شهور ولا شافت اللحم ولا شافت الطحين، فاحنا قمنا في هذه العدس والرز لبعض العائلات الموجودة اللي رجعت من المدارس على بيوتها المهدمة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين.